كما نتوجه بتحية احترام وتقدير متجدده الى روح البطل الشهيد الرئيس محمد انور السادات. بطل. بطل استرداد الكرامه والارض بالحرب والسلام بالشجاعه والرؤيه الاستراتيجيه ونقول لروحه اليوم انما وهبت حياتك من اجلي. لن يضيع هدرا او هباء بل وضع الاساس الراسخ الذي نبني عليه ليبقى الوطن شامخا والشعب امنا يحيا مرفوع الراس على ارضه لا ينقص منها شبر ولن ينقص باذن الله وهذا وعدنا وعهدنا لشعبنا العظيم ودعوني ودعوني أؤكد في ختام كلمتي أن سلامة هذا الوطن ما كان لها أن تتحقق في مواجهة تلك التحديات التي مررنا بها على مدار السنوات الماضية. لولا صمود هذا الشعب الأمين ووحدته فتضحيات أبناء هذا الوطن هي نهر عطاء مستمر على مدار التاريخ. وإن اختلفت صورها وستظل مصر بوحدة شعبها أكبر من جميع التحديات والصعاب، وسيستمر تقدمها للأمام محفوظا بنصر الله ورعايته وإرادة وعزيمة أبناء هذا الشعب الكريم. كل عام وأنتم بخير ودائما وأبدا، وبالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته